اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدد جديد من لقاء خاص. اذا تتسارع الاحداث بشكل كبير سواء كان في الداخل او في الخارج، وضع ضبابي في تونس، في تونس اللي تحاول ان تتخلص من ربقة هذا الانقلاب اللي هدم كل جميل فيها. حملات انتخابيه سابقه لاوانها، تواصل معاناه التونسي تقريبا يوميا في غزه، المعركه تدخل او قريب تدخل شهرها السابع. شنو هي وضعيه المقاومه، وضعيه الكيان الصهيوني توا، شنو هي ربما المتغيرات الجيوستراتيجيه في المنطقة، أي تأثيرات محتملة لهذا النزاع؟ لكل هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف لكم مجددا الدكتور أبو يعرب المرزوقي. دكتور مرحبا بك. أهلا مرحبا أهلا. إن شاء الله اليوم نواصل الحديث الذي سبق في الحصص التي قدمناها حول الوضعية منذ حدوث ما يسمى بمعركة الطوفان. دونك نبداو بمعركة الطوفان. تعتبر أنت في بعض مقالاتك أن الشعوب العربية خذلت المقاومة، وخذلانها ربما تعتبر أنت أكبر من خذلان الحكومات العربية، هذا رغم تحرك بعض الشعوب العربية وخاصة في دول التوق، وأقصد أساسا الأردن اللي شعبها والجماهير الشعبية اليوم قاعدة تحاصر حتى في سفارة الكيان الصهيوني في عمان، في عمان، وهذا يعتبر تطور كبير معناها لصالح غزة. شوف، المشكل ليس في خمول الحكومات أو في خمول الشعب، شعب خامل متفقين، لكن هل هناك ما يجعل الحكومات تخشى من نجاح طوفان الأقصى؟ هذا هو المشكل بحسب رأيي. لهذا السبب في المرة الأولى قلت إن أمريكا لم تأتي لحماية إسرائيل وإنما أتت لحماية الأنظمة. إذن الأنظمة هي التي تخشى نجاح طوفان الأقصى، ولأنها تخشى نجاح طوفان الأقصى تحاول منع التعبير العادي الشعبي، بدرجة جعلت الغرب نفسه، الشعوب الغربية، أكثر حماسة في الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين من الشعوب العربية. يعني تصور أنت إنسان يراك تعتدي على أخوه وأنت ما عملت شيء، وأنت ما عملت شيء، يتساءل ما الداعي أنك ما عملت شيء، لا في مصر ولا في الأردن ولا في السعودية ولا في لبنان ولا في أي مكان من بلاد العربية، ما الداعي؟ ما السبب؟ السبب حسب رأيي أنا هو أنه وصف لوضعية وصلت لها الجماعة العربية التي تسمى العربية، من أن كل بلد صار في حرب آلية بالقوة، نجم تقع في أي لحظة. ولذلك فأفضل مثال يخلينا نفهم الوضعية العربية بصورة عامة والإسلامية بصورة عامة هو ما يجري في تونس، ولهذا نربط بين ما يجري في تونس وما يجري في فلسطين. حسب رأيي أنا منذ ما يسمى بثورة الربيع العربي صارت تونس نوع من العينة، كأنها نموذج لما سيحدث في كل البلاد العربية، أصبح كل إنسان عدو لكل إنسان، يعني ما عادش فما تنافس سياسي، فما تحارب أعداء. والتحارب الأعداء في كل بلد، كل إنسان يريد أن يربح مؤيد من الخارج، يبحث عن مؤيد من الخارج. يعني النظام في تونس تبدل لأن هناك تأييد من الخارج، وإلا ما كان يتبدل النظام بعد الربيع. هو بدأ يتبدل في مصر بصورة عنيفة، فتونس صارت اللي كان في يدهم النظام خايفين لا يتبدل بنفس الصورة العنيفة فتنازلوا، اللي تنازلوا له ما كانش حزب منظم فتفتت ثم تلا التفتت، تفتتت هي وتفتت هو وتفتت البلاد الكل، ورجعت الحرب الحقيقية اللي وقفت نوعا ما مدة بن علي لأنه أقارها بالسلاح، ورجعنا من جديد لنفس الوضعية، يعني حرب بين من يدعون الحداثة ومن يدعون إعادة الهوية. الحرب هذه كيفاش مش تقف، كيف ستقف؟ كل إنسان صار يبحث عن حليف، وعن حليف أجنبي مش حليف محلي، حليف أجنبي. يعني ما يجري بين الجزائر والمغرب هو أنه الجزائر كانت تصور أن الشرق معها، والمغرب كانت تصور أن الغرب معها، وخاصة بضمانة من إسرائيل وأمريكا، والجزائر بضمانة من إيران وروسيا.
تبين أن لا إيران ولا روسيا قادرة تحمل الجزائر، ولا إسرائيل وأمريكا قادرة تحمل المغرب. حاجة من الاثنين، إما عندهم سياسيين يفهموا ويقولوا ما نحميوا بعضنا كان احنا وزمنا نتفقوا على الشيء اللي يحمينا الاثنين، وإما يقعدوا في حرب كما العاد ويتفتتوا. هذا الذي يحدث في كل بلد عربي، بين كل بلدين عرب. يعني المعركة في الخليج هي بين الإمارات والسعودية، شكون يربح أكثر، ود إسرائيل السعودية أو الإمارات؟ شكون يخدم أكثر إسرائيل؟ مصر جات كل كورة الآن بين الإمارات والسعودية، وهكذا بالنسبة للأردن، وهكذا بالنسبة للبنان، وهكذا. الشيء اللي أنا كنت خايف منه واللي الآن أراه بالعين المجردة هو ما وقع في ضربة إسرائيل لسفارة القنصلية الإيرانية والسفارة في نفس الوقت، لأن لاصقة في بعضها، وقتل 5 ضباط كبار اللي موحد بيناتهم الكل، اللي هو الضابط الأكبر، ثم واحد لاهي باليمن، وواحد لاهي بحزب الله، وواحد لاهي بالعراق. يعني مش ممكن باش إسرائيل تكون في بالها بأنهم باش يجتمعوا ساعتها 5 في القنصلية وتنجم تضربهم من غير ما تراهم لا روسيا ولا أمريكا. مش ممكن، يستحيل. يعني تفترض موافقة روسية أمريكية قبل الضرب؟ لا بد أن يكون هناك تطفية الضوء الروسي والإذن الأمريكي. ما تخافيش يا إسرائيل، ما أنت ما تعمل لك. فماشي ضمانة إيرانية بعدم الرد؟ شوف، إذا ردت الآن إيران، إذا ردت الآن إيران فهو ما تطلبه إسرائيل، ما تنتظره إسرائيل هو الرد الإيراني، وهو توسيع الحرب. وإذا إيران ما ردتش فهو ما تطلبه إسرائيل أيضا، وهو أنه يا ناس يلي معتمدين على إيران أغسلوا يديكم، أروا فما اتفاقية فوق روسكم الكل بيني أنا وبين روسيا وبين أمريكا نعمل اللي نحب. خليني نرجع للشعوب العربية دكتور، كيفاش تقرأ ربما تحركات النوعية اللي قاعد يأخذوا فيها الجماهير في الأردن؟ ما عندهاش دلالة، ما عندهاش رمزية؟ لا عندها دلالة، هي أنه أفرضني أنا ملك الأردن، كيفاش باش نسكت شعب؟ أني نسمح له بالتظاهر والاحتجاج؟ طبعا في كل الدول العربية أني نسمح لها بالتظاهر والاحتجاج. بالضبط، لكن في الأردن باش يكون أحمى، التظاهر والاحتجاج باش يكون أحمى، لكن في عوض يمشي ضد إسرائيل أو يمشي ضد السفارة في الأردن. شنو اللي يغير وقت انت تعمل مظاهرة ضد السفارة في الأردن؟ شنو اللي يفيد؟ اي مانا في تقديرك شنو المطلوب من الشعوب العربية أكثر من التظاهر والاحتجاج؟ شنو تنجم تعمل؟ تمشي تهز السلاح وتدخل على الحدود؟ شوف، مش مطلوب منهم يهجوا السلاح، مطلوب منهم يهجوا الغذاء مش السلاح. يعني أفرض أنت أنه الشعب الأردني هز الغذاء وحب يدخله للسلسلة، شنو مش تعمل إسرائيل؟ ما باش تضرب ولا تمنع؟ باش تمنع، هاي باش تمنع، باش تمنع بالسلاح، باش تمنع بالسلاح ولا لا؟ ايش معناها؟ معناها الشيء اللي كانت تعمل فيه في غزة يلزمها تعمله ايضا في الحدود مع الاردن، ويلزمها تعمله في الضفة الغربية، ويلزمها تعمله في ما هو تابع لاسرائيل من الفلسطينيين. هذا ما تنجمش تعمله اسرائيل. هذا هو الحل، هو انه اسرائيل تلزمها ب عدم القدرة على فعل معين. انت في عوض تلزمها بعدم القدرة على فعل معين تخليها تعمل فيه، وزعمة تعبر عن غش متاعك ضد السفارة من غير شيء. اللي يغير هو انه شعب منزوع السلاح يدافع بدنه، وقت يولوا بالحق أنه فما وحدة شعبية حقيقية، مش يحارب في غزة الفلسطينيين متاع الضفة هما بيديهم يتمنوها تفشل. يعني فلسطينيين الواصلين في غزة يحبوا، مش في غزة، في الضفة، يحبوا اللي يحكموا في غزة يتهرس. الفلسطينيين النخب العربية يحبوا الطوفان يتهرس، النخب العربية المثقفة والحاكمة والإعلامية. إذن أنت قاعد تبين لإسرائيل أنك
بينك وبين غزة، هرس غزة، رتعنا منها لكن المعركة هذه ما أثبتتش دكتور أنه الاستبداد العربي هو أكبر ظهير وأكبر مناصر للصهيونية العالمية، وبالتالي يزم الشعوب العربية هي تتجه للأنظمة. لا، لكن الآن السؤال، هل هو مناصر لهذه القوة العظمى أم هو مهزوم ومعترف بأنه ماهوش قادر على مقاومة هذه القوة العظمى؟ القضية هي الكل قضية، مش قضية خيانة فقط، أيضا قضية فهم للوضعية الدولية. يعني تتصور أنت أمريكا لو كان فعلا فما إرادة حقيقية في الشعوب العربية وفي الأنظمة العربية للقول لا فعلا وليس بالأقوال، تقدم أمريكا على الشيء اللي تعمل فيه؟ يعني لو أمريكا تعرف أنها ستخسر قواعدها في البلاد العربية تقدم على شيء لتعمله؟ لا. إذن هناك هزيمة سببها أنه كل إنسان صار يعتبر أخت راسي واضرب. عقلية أخت راسي واضرب هي اللي موجودة الآن في تونس. يعني الهزيمة نتاع الأنظمة ماهيش هزيمة معناها مردها الخيانة، إنما هي هزيمة نفسية أولا وقبل كل شيء. هزيمة نفسية وخلقية حضر لها عام كامل، قرن كامل. القرن بدا بتفتيت التراب، تفتيت الأرض الجغرافي. وقت فتت الجغرافي حط عليها ناس عندهم مصلحة في أنهم يولوا عندهم دول زعم زعم، هي محميات. هالمحميات هذه كلفت بمهمة وهي تحقيق تشتيت التاريخ. كان تفتيت الجغرافيا ما يكفيش، لأنه إذا أنت جيت الأسرة وقسمتها مكانيا كل واحد سكنته في بقعة وقلت له أنت راك معلم، أشي ولي التنافس بين المعلمين أهم من محاربة العدو. نعم. التنافس بين اللي كل حد منهم ولا صار يعتبر روحه معلم، كيفاش يثبت روحه؟ يزمو ينسب الروح وتاريخ مختلف عن جاره، يولي العراقي كذا ويولي اللبناني كذا ويولي المصري كذا، وكلهم ينساو شيء يجمعهم. شو اللي يجمعهم؟ يجمعهم التراث. شو اللي يجمعهم؟ مشترك. نعم. بالإضافة إلى الأرض يجمعهم التراث، وسلبا يجمعهم العدو. العدو اللي احتلهم وقسم بيناتهم البلاد وكل حد أعطاه لكشة وقال له أنت راك محمي مني أنا. ولذلك شوف أي بلد عربي بتلقاه فيه قاعدة، إما أمريكية أو إسرائيلية أو فرنسية أو إنجليزية أو إيرانية. ولذلك الآن البلاد العربية مقسمة إلى ناس يحتمون بإسرائيل ومن وراء إسرائيل، وناس يحتمون بإيران ومن وراء إيران وبهالصورة هذه مستحيل نخرجوا إلا إذا كان إسرائيل وإيران الاثنين خسروا المعركة. وهذا الشيء اللي يخليني أنا متفائل، وهو أنه إيران وإسرائيل لفرض ما بالغوا في توهم أنهم قتلوا التاريخ وقتلوا الجغرافيا ويحبوا يرجعون إلى ما قبل الإسلام تاريخيا وإلى ما قبل الخريطة متاع العالم الإسلامي قبل الإسلام، خسروا المعركة. فين خسروها المعركة؟ خسروها في العالم مش في البلاد العربية. يعني تو كأنك تقول دكتور أنه كل البيض في سلة الطوفان، اليوم المعركة نتاع الطوفان هي ستحدد مصير المنطقة العربية ومستقبلها. هي حددته. قام زلنا مريناش الثمرة. أولا تم إثبات أن الجيش الإسرائيلي وحده ما يجمع شيء. تم إثبات أن الجيش الإسرائيلي له من الهشاشة مثل ما للجيوش العربية، رغم أنه تكنولوجيا أقوى وإلى آخره. هذا حاجة الأولى. يعني ينجم يتفاجأ وينجم ما ينجمش يحسم المعركة في المدة الصغيرة اللي كان متعود عليها. اثنين، كل السرديات الإسرائيلية ما عاش تنطلي على حد إلا على بعض النخب العربية، لكن على النخب الأوروبية والغربية ما عاش تنطلي. يعني الطوفان أثبت
أن إسرائيل هشة عسكريا وهشة فكريا، يعني بسقوط سلبيتها الكذبات متاعها الكل ما عادش تمشي. إذا سقطت إسرائيل عسكريا و من حيث السرديات، إيران ما عادش نجم تقول أنا في حرب مع إسرائيل، لأن أولا عزت قدام إسرائيل، ثانيا عزت قدام ثورة الربيع العربي واضطرت أن هي تمشي وتحاول روسيا باش روسيا تجي وتحميها في سوريا، وأن اللي مولوا هالعملية هذه هم الشعوب العربية العرب، هم اللي مولوا بوتين لكي يحمي سوريا. الميليشيات الإيرانية في سوريا وسوريا. أشو ينتج عليه؟ ينتج عليه أنه سقوط إسرائيل من حيث تخويف الشعوب العربية، وسقوط إيران من حيث تخويف الشعوب العربية من إسرائيل، يعني كان هناك تخويف من إيران واحتمال بإسرائيل، وتخويف من إسرائيل واحتمال بإيران، هذا المزوز ما عادش ياكل. لكن اللي أنا اعتبرته من مكر الله الخير هو أنه أمريكا ما عادش تجي تعمل شيء وروسيا ما عادش تعمل شيء. علاش؟ لأنه أمريكا عندها حربين، اللي هي في أوكرانيا، في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وليت مضطرة باش تختار لمن تعطي الكرتوش. ما عادش عندها كرتوش كافي باش تمول حربين، وظاهر أن اختارت إسرائيل طبعا، وتخليت على أوكرانيا لصالح روسيا. لا، ما تخليش على أوكرانيا لصالح روسيا، تخليت على أوكرانيا مقابل أنها تترك يد روسيا في أن تصبح معها، مقابل أنه ما تبقاش مع الصين. يعني تتوقع فك الارتباط ما بين روسيا والصين؟ مؤكد إذا كان جاء ترامب ستكون روسيا الحليف الأول لأمريكا، ويصبح وضعية أوروبا مثل وضعية العرب تماما تماما، يعني يرجعوا إلى محميات أمريكية وروسية، لكن معهم الهند وإسرائيل. الهند وإسرائيل. إذا تتوقع انحسار القوة الصينية بالواقع هذا معنا؟ انحسار القوة الصينية مش هي المستهدفة، تفكيك البريكس. المستهدف هو تفكيك البريكس، لأنه إذا أنت خرجت الهند وخرجت روسيا إيش بقى؟ بقات الصين وبرازيل وعديد الدول الأخرى. أمريكا اللاتينية ما توزنش قدام روسيا قدام الهند، وإذا كان خرجت روسيا والهند، اليابان وكوريا الجنوبية بشوالوا يفكروا بطريقة أخرى، هما أيضا بشوالوا يتصالحوا مع الصين، هما أيضا بشوالوا يتصالحوا مع الصين، لأنه معاش نجموا يعتمدوا على أمريكا باش تحميهم. معاش مش ممكن. شنتج عليه؟ ينتج عليه أنه معاش بشوالي بريكس عالمي ضد غرب عالمي، وإنما بشي يولي شرق أقصى وآسيا ربما ضد، وآسيا وأفريقيا ضد غرب أقصى. وهذا ما درش إنه يخالف ربما توقعاتك السابقة دكتور، في أنه تقول أنه النظام العالمي ربما القادم سيكون متعدد الأقطاب، وحددتهم تقريبا في 5 أقطاب كبار من بينهم الصين وروسيا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. لا، هذهم توابع، أفريقيا والمسلمين توابع، وأمريكا اللاتينية هذهم توابع للقوة اللي باش تطلع. القوة اللي باش تطلع شنو هي؟ الصين. ولذلك ممكن ياسر أن الصين، وانت حدثتني على أنه فما شكون بدأ يفكر يتعامل مع الصين بدل من فرنسا، متفقين؟ لكن فرنسا ستسبق هذا وستتعامل مع أفريقيا بمنطق جديد، بمنطق جديد، منطق سيادة، ما عادش منطق استعمار وتوظيف، ما عادش منطق استعمار، بمنطق جديد. والدليل أنه انتخابات السنغال، انتخابات السنغال مش ممكن كانت تقع بهذه النزاهة لولا أنه فرنسا بدأت تفهم أن آخر موقع نجم تخسره وآخر موقع هو تونس
والجزائر تنجم تخسرهم. يعني فرنسا بدات تفهم، بدات ربما باش تبدل دبلوماسيتها. وهوني فين، هوني فين انه النهضه ما زالت تتكلم من اللوطه. يعني الاسلاميين في تونس ما زالوا يتكلموا مع فرنسا من اللوطه مش من فوق. المفروض يتكلموا من فوق كما السودان كما السنغال وكما اللي عملوا في افريقيا، وكي يتكلموا من فوق وفرنسا تجي للصحيح. خلينا نرجع لغزه دكتور. اليوم تقريبا قريب ندخلوا لشهر السابع، وهذا تقريبا خلاف لكل التوقعات من كل الاستراتيجيين تقريبا. نعم. كنا نقولوا شهر شهرين في اخر. خليني نكمل لك حاجه قبل. نعم. ما نوصل لهذا. هل يمكن ان تضرب اسرائيل السبعه اللي مشاو يغذيو في الفلسطينيين تاع المطبخ الكذا بدون ان تكون امريكا موافقه؟ مستحيل. والدليل ان امريكا صرحت البارح لن نغير سياستنا رغم ضربه السبعه عليه، لانها كانت على علم واعطت الضوء الاخضر لهذه. اعطت الضوء الاخضر. نعم. نعم. لسبب بسيط وهو الشيء اللي انا قلت لك ننتظر فيه. هذا الفعل ناتج عن المحاولة أولى لترضية القاعدة الشعبية في الغرب. أو سيدي نخليوكم تعاونوا الفلسطينيين، تعاونوا الفلسطينيين، لكن خليونا نحن نسيروا الأمور السياسية لحماية إسرائيل. بما أنكم تحبوا تعاونوا الفلسطينيين وصل الآن وبديتوا تولوا كريديبل، تولي عندكم وزن، يلزمنا نعطيكم ضربة باش توخر، ما تعاونوهمش كما يلزم. يلزم تعطيه للوهم انكم تعاونوا فيهم، لكن كي باش يولي معاونه حقيقيه باش يولي خطير. لانه لو نجحت هذه المطبخ الكذا راهي جات 50 شركه، 50 عمليه خيريه من الشعوب الغربيه تحل مشكله الحرب الغذائيه. اذا تحلت مشكله الحرب الغذائيه الطوفان نجح. لان المشكله كلها هي شنيه؟ هي انه الطوفان عنده مشكلتين، تجويع الشعب وتجويعه هو. لانه اذا جاع الشعب وتجويعه هو، اذا الشعب مع الجيعان الغذاء باش يتعدى لهم هم، باش يتعدى ايضا للمقاومه، والمقاومه تنجم تدوم عامين اخرين. هذا هو اللي خاف منه الغرب. الضربه نتاع السبعه هذم او كاحتجاج وما نعرفش شنو ومحاسبه وبحث ونازيه. سبعة شهور تقريبا على انطلاق قلت طوفان الأقصى، كيفاش تتوقع ربما سير الأحداث؟ خلينا نقول هل مازال تطوال الحرب؟ كنا نحكي على هدنة ربما في رمضان، كنت تحكي أنت تقول أن ربما الحرب تقف بعد شهر رمضان، وتوقعت أنها تتوقف بعد شهر رمضان. هل مازال عندك نفس الموقف هذا؟ مازال عندي نفس الموقف للسبب التالي. هو أنه الآن الحل في إسرائيل. الحل ليس في الطوفان بل في إسرائيل. يعني الضغط الشعبي على حكومة مش ضغط شعبي فقط. أنه الحكومة والجيش بدأوا يشعروا أنه الشعب فد من الحرب، وأنه الجيش ما عادش يحب يقاتل، وأنه ما عادش عندهم كمية كافية من العديد من البشر اللي يحاربوا، وأنه فما إمكانية أنه باش يقع نوع من العصيان العسكري. ولذلك طرحوا مشكلتين، المشكلة الأولى تجنيد المتدينين، والمشكلة الثانية تطويل مدة المشاركة في القتال بثلاثة شهور. هالمشكلتين هذمنا الزوز هما اللي باش يطيحوا الحكومة، مش الأسرة، لا، هذمنا المشكلتين، تجنيد العسكر المتدينين وتمديد مدة الخدمة العسكرية. تمديد مدة الخدمة العسكرية، تصور أنت إنسان خدم، لأنه يعني مجمع بتاع السيسمة هما مش الاحتياط، الاحتياط خدم 6 اشهر ويزيدوا يقولوا له باش نزيدوك 4 اشهر. حاجه من الاثنين، اما باش يعمل عصيان مدني ويقعد عصيان عسكري ويقعد غادي، او باش يهز حوايجه ويمشي يروح يخرج. اذا خوف اسرائيل من التفجر الداخلي الناتج عن هاتين القضيتين هو الذي سيوقف الحرب. وتتصور ان المقاومه قادره اليوم رغم ما قلت انك انه خبر العرب يلزمها تشد، انه النخب العربيه ضدها، ان هي ثم حرب تجويع كبيره ضدها، انه السلاح والعتاد قاعد ينقص بشكل كبير، انه حتى سير المعارك نشوف فيه طاح شويه، ما عادش ثم صواريخ. لا، ما طاحش ما ثمش صواريخ اليوم قاعده تتواجد. لا ما طاحش، لا ما طاحش، لانه الكثافه السكانيه قلت مش طاح. الكثافه
السكانية قلت والحضور العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية قل، ولذلك عدد المقتولين من الجيش الإسرائيلي قلت. أما المهم أن يموت واحد في النهار من فلسطين من الإسرائيليين. قادر المقاومة أن تواصل رغم كل شيء، لأن ما هو ضروري تقعد مقاومة بنفس العنف، يكفي أنها تولي مقاولة حرب شعبية حقيقية. هي من شرط المطاولة أن المعارك لا تطول، ولكنها طالت. لا، أن المعارك بالحجم العسكري، يعني وقت اللي تولي معارك متاع بعد جمعة جمعتين يموت واحد، بعد جمعة جمعتين يمشي صاروخ، بعد جمعة جمعتين يضرب مكان، ما عادش يشعر الإسرائيلي بالأمن. حرب عصابات كروفر أكل ساعة تتحسم الأمور. ما يلزمش حماس تتوهم أنها قادرة بنفس النسق مواصلة القتال. دائما وأبدا الحرب الشعبية فيها ديو ديبا، تطلع وتهبط تطلع وتهبط تطلع وتهبط، وهذا في كل تاريخ الحروب الشعبية هكذا. انهارت الجنرال دوغول، قرر الانسحاب من الجزائر، الجيش الفرنسي رابح المعركة. نعم. عليه خاطر فهم أنه رابح المعركة العسكرية، لكن ما هوش رابح المعركة بتاع الكر والفر. يكفي أن الجزائريين كانوا قادرين في كل ولاية بعد جمعة يقتلوا فرنسا، يكفي باش هو ما يجيبش حكم فرنسا. هذا هو المشكل. كيف نمنع إسرائيل من الأمن؟ كيف نمنع الأمن عند على إسرائيل؟ يعني شيء اللي قاعد يقع الآن في الضفة، لو يتواصل بنفس النسق كل يوم ضربة في مكان، نأكد لك أنه إما أنه هذاكم المحتلين للأرض يهاجروا أو يهبطوا العسكر. كان هبطوا العسكر باش نرجعوا للقتل العديدي، يزداد عدد القتل. هما باش يهبطوا العسكر وهما ما عندهم تكوين عسكري. كان ما هبطوش وهجوا ربحنا في الحالتين. القضية كلها هي قضية ما هو منطق الحرب الشعبية. ما هو منطق الحرب الشعبية؟ الحرب الشعبية هو رفض الحسم، مش الحسم. نعم. منع الحسم. ثم أيضا ثم تخوف ربما من هجوم على رفح. الكلام هذا تقريبا عنده أكثر من شهرين هو يتقال. أنه لو كان قادر وعمل، أنا نأكد لك أنه قاعد يهدد برفح وما عملش لأنه موش قادر، ما عندوش جيش كافي باش يهاجم رفح. هو الأماكن اللي احتلها ما هوش قادر يسيطر عليه. ثم هو خايف ربما أنه حزب الله يشعر بالشيء اللي وقع كما وقع في سوريا أو الأمس ويكون مستعد للهجوم. إذا الحديث على الهجوم على رفح هو من باب الحرب النفسية، من باب الحرب النفسية على الحاضنة الشعبية، من باب الحرب النفسية. أولا من باب الحرب النفسية، وثانيا من باب ربما أنه أمريكا هي التي ستقوم بهذه الحرب. أمريكا هي التي ستقوم بهذه الحرب. هم الآن يتفاوضوا مع أمريكا كيفاش يقوموا بهذه الحرب، لأن هذه الحرب ضرورية بالنسبة لإسرائيل. يعني إذا إسرائيل ما سيطرتش على غزة كاملة من مصر إلى الغلاف، إلى الغلاف، ما عادش يرجعوا الإسرائيليين للغلاف. ونفس الشيء في الشمال. المشكلة الآن بالنسبة لإسرائيل هو أنه فما تقريبا 200,000 إسرائيلي مهجرين، يعني ولا عندهم هم بيديهم مهجرين. نعم. كيف نتخلص من المهجرين؟ إما بإزالة المهجرين الفلسطينيين أو بحل وسط مع المهجرين الفلسطينيين. يعني يلزم يوصلوا الآن، وهذا اللي نتوقع، أنه الحكومة الجاية في إسرائيل اللي باش يعملها اللي تكلم البارح اليسار لبيد، لا مش لبيد، لآخر اللي بتاع العسكر أساسه اللي مشى لأمريكا، اللي خطب البارح وقال يلزمنا نعمل انتخابات. هذاك هو المسؤول على الجيش،
واللي مشى لامريكا وتفاوض مع امريكا باش يطيحوا اسمه نتنياهو. هذاك هو اللي مش يضطر يتفاوض مع الفلسطينيين ومع حزب الله. قيلونا وانقلوك، قيلونا وانقلوك، رجعوا سك المهاجرين نتاعنا الفوق واللوت، وانتم ترجعوا المهاجرين نتاعكم ونوصلوا الحل الوسط ونعملوا دويلة اللي هي اعداد 23 اللي قلت لك عليه. وانا في رايي وهذا لا تضر به حماس. لا حماس، لا شوف حماس ما عادش عندها القدرة باش ترفض. عليه تعرف عليه؟ لانه هذا هو الحل اللي يحبوه العرب. حبيتوا دولة فلسطينية. إيه لكن حماس، حماس ترفض الحكاية هذه باعتبارها تعتبر نفسها خسرت الحرب إذا كان. لا ما خسرتش الحرب. لا ما خسرتش الحرب، لأن تكون على الأقل حققت اللي يعزوا عليه العرب. وهي ولا اسمها هي محمية عدد 23. تكون حققت المحمية عدد 23، ما كانش باش يتحقق من غيرها. يعني الاتفاقية اللي عملوها في لبنان واللي حضر فيها الملك عبد الله واللي عملوا خطه نتاع الملك عبد الله، الارض مقابل السلام، انا هي الارض اللي طلبوها تاع 27. اذا كان وافقوا على الاستراتيجيه المطروحه الان السيطرة على غزه والضفه باقل من حرب 67، اقل من الاراضي 67، اقل من الاراضي الممنوحه في اوسلو اصلا. غلاف غزه كان من ضمن الاراضي الممنوحه في 67. لا غلاف غزه كان ما كانش من الاراضي الممنوحه، لانه 67 الارض نتاع غلاف غزه ما كانش تابع غزه. غزه كانت في خريطتها الحاليه عام 67 ولات تحت مصر في خريطتها الحاليه، وعام 67 فكتها اسرائيل من يد مصر كده. اما الغلاف كان مفكوك من قبل من حرب 48. خليني نكمل. اذا ايش باش ينتج عليه؟ باش ينتج عليه انه 700,000 نتاع اسمه هما المهاجرين من غزه لا اللي احتلوا الضفه الغربيه باش يقعدوا في الضفه الغربيه وباش يقعدوا تابعين اسرائيل، لكن في نفس الوقت الباقي نتاع الضفه الغربيه وغزه باش يعطوهم الحكومه من نوع الحكومه الحاليه اللي موجوده في الضفه الغربيه، حكومه عامله وتابعه لل تحت حمايه اسرائيليه. لكن البلاد العربيه الكل تحت حمايه اسرائيليه ولا ايرانيه. البلاد العربيه الكل من العراق للمغرب، بلاد العربيه الكل اما تحت الحمايه الاسرائيليه او الحمايه الايرانيه. وتران الخطوه هذه خطوه ايجابيه بالنسبه لل ما هيش ايجابيه، هي الوحيده الممكنه. القضيه مش قضيه ايجابيه. يعني افرضني انا قائد حماس، افرضني قائد حماس ما نجمش نقضي على اسرائيل، لكن نجمت نحقق الشيء اللي اجمع عليه العرب. صحيح انا باش نكون حمايه مثلهم، لكن باش نكون اقدر على مواصله الحرب، باش نكون اقدر على مواصله الحرب في ظروف اتعس من الظروف اللي كانت. يعني شكون مش في ظروف اتعس من الظروف اللي كانت عليه، خاطر وقت نولي انا دوله معترفه بها الامم المتحده النجم نتحيل ككل الدول اللي معترفه بها من الامم المتحده، نجم نخلق احداث اللي تخليني قاعد ندافع على روحي. ويكفي انه فما 700,000 من المحتلين للضفه الغربيه واللي يحبوا يعتدوا على القدس واللي يحبوا يذبحوا عجل واللي يحبوا يفكوا اسمه هو الاقصى الى اخره. معناه ربي يعمل جديد الا اذا هما كملوا فزوا كما فتح. راهنت في فتره سابقه على انه دخول اهالي الضفه في هذه المعركه وايضا حتى دخول الداخل الفلسطيني في الضفه. لكن هذا مقاعش. لو يقع الآن المعركة تتغير تولي بالمنطق السابق، تولي فلسطين أول دولة عربية استقلت، أول دولة عربية استقلت عليها، ما هيش المحمية عدد 23 في الجامعة العربية، تولي الدولة الأولى المستقلة عربية، الدولة الأولى المستقلة عربية. هذا باش يشجع كل الشعوب العربية باش تقول لأمريكا هز جيشك وامشي، وباش تقول لإيران هز جيشك وامشي، بمعنى إسقاط الأنظمة العربية الحاكمة الموجودة اللي هي تابعة لإيران وإسرائيل. نجم تكون الأنظمة العربية فهمت لحيتها بيدها وهي بيدها تولي تطالب بالاستقلال. مش لازم يعني ما هو ضروري. يعني اللي هزموا وحدوا الجزيرة العربية
مش جماعة اللي كانوا مع مسيلمة الكذاب. نعم. كانوا مع مسيلمة الكذاب. غلبهم أبو بكر الصديق فصاروا جيش الدولة الإسلامية وفتحوا العالم. وفتحوا العالم. شوف في التاريخ أمريكا كيفاش غلبت هتلر؟ بالحلف مع روسيا. هي اللي مولت روسيا وسلحت روسيا، يعني أكبر دكتاتور روسي شو اسمه؟ ستالين. يعني اختارت بين عدوي انجلترا وفرنسا، اختاروا انهم يتنازلوا لهتلر تخوفا من ستالين. فهتلر تجاوز حدود، ولات امريكا تدخلت وتحالفت مع ستالين ضد هتلر، وقضت على هتلر وقضت على اليابان. ضد هتلر واليابان، امريكا تحالفت مع ستالين ضد هتلر واليابان، والا ما كانش امريكا تهزم هتلر واليابان. امريكا هزمت هتلر واليابان بحلف مع روسيا، واصبحت اوروبا مقسومه على اثنين، نصف في يد روسيا ونصف في يد امريكا. الان اللي خايف منه هو هذا، ربما هذا مش يعقى انه امريكا حلف مع روسيا لتقاسم اوروبا والشرق الاوسط العربي، قسم اوروبا والشرق الاوسط العربي، واخراج روس الصين بضم الهند اللي هي عدوه عميقه للاسلام ومتفقه مع اسرائيل للقضاء على الاسلام. هذا هو الخطر اللي حقا يهدد تركيا ويهدد المسلمين ويهدد العرب. لكن العرب ما فاهمين، ربي يسر، ان شاء الله نكون غلط، ان شاء الله نكون غلط. لان ضربت روس اسمها هي اسرائيل ايران اول البارح في سوريا، تعطي دلاله انه ثمة تحذير امريكي وروس واسرائيلي، يجي معانا خير. والغرب والولايات المتحدة الأمريكية قادرين اليوم أن يحميوا الأنظمة العربية من شعوبها، إذا كان شعوبها تاقت فعلا إلى الاستقلال الحقيقي والتحرر الحقيقي. ولا فما شعوب تثور من غير نخبة ثائرة. وإحنا النخبة هذه مش موجودة. مش موجودة. للأسف. بالعكس، النخبة غير السياسية أفسد من النخبة السياسية في البلاد العربية. نخبة غير السياسية، يعني النخبة النقبية والنخبة الأكاديمية والنخبة الفنية والنخبة الإعلامية أفسد من الأنظمة. عليه خطر، هي عايشة في روس الأنظمة. هي عايشة في روس الأنظمة. الأنظمة تغذي فيها باش تكون في خدمتها. ولذلك صعيب ياسر باش تقع ثورة من نوع الثورة اللي وقعت في الصين مثلا، من نوع الثورة اللي وقعت في روسيا أيضا في الحرب العالمية الأولى. صعيب ياسر، ما عنديش نخبة من هذا المستوى، من النخبة اللي قامت بالثورة في روسيا، والنخبة اللي قامت بالثورة بالصين، والنخبة اللي قامت بالثورة في فيتنام، والنخبة اللي قامت بالثورة في الجزائر. راهي الجزائر هي اللي حرت فيتنام. الناس ما فاهمينش. هذا قلت للطلبة متاعي ما صدقونيش، قلت لهم شوف، افرض اني انا جنرال فرنساوي نفهم في الجيوستراتيجي، شنو نحمي اهم شيء في مستعمراتي؟ الاقرب الي ام الابعد؟ الاقرب. ما هي اكبر مستعمره بالنسبه لفرنسا؟ الجزائر. نعم. مش ففرغت فيتنام باش تحمي الجزائر، لان الجزائر اولا هي ثروه، وثانيا هي مستعمره كبيره احتلت بها نصف المغرب ونصف تونس، باش ولات الجزائر عملاقه بهذه الطريقه، ولازم تحافظ عليها. كيف تحافظ عليها وهي جيشها محدود؟ ثم ان فرنسا بعمرها ولا حاربت بولادها. فرنسا حاربت بولاد بابا، انا حارب في الحرب العالميه الاولى، اختي وخالي ماتوا في الحرب العالميه الثانيه، انا وجدي مات في حرب تدخل فرنسا في تونس من الجزائر. اذا الجيش الفرنساوي كان اما ليجيون ترونجي، وإما كانوا إطلاين وعرب وكذا بجنس فرض عليهم فرنسا باش يحارب. حربتنا باليهود نتاع البلاد العربية
وبالاستثمهما الصبايحية وبالاستثمهما الحركيين. وبالسنيكات أخي بكري في تونس باش كان الناس يخوفوا ولادهم مش بالسليجان. إيش هو السليجان؟ معنى جيش السنيكالي اللي كانت تستعمل في فرنسا باش استعمرت البلاد. إذن هالطريقة هذه هي اللي ممكن ياس تستعمل من جديد، تستعمل من جديد. إذا قسمت الهند وروسيا وأمريكا يولوا يمثلوا القطب الأقوى في العالم، البريكس يكون انتهى، يكون انتهى. وإذا كان انتهى البريكس باش ينتج عليه، ينتج عليه أن الصين باش تقعد وحدانية، باش تخمم أنها تتحالف مع المسلمين، المسلمين ما عندهمش قيادات. شو الحل؟ شو الحل؟ لأنه مستحيل باش الاسم هو كوريا الجنوبية مش فيتنام، الهند، لا اللي غادي من كوريا الجنوبية اللي ضربتهم بالقنبلة النووية أمريكا، اليابان، اليابان مستحيل يقعدوا أحلى حلفاء الغرب، ما ينجموش، بعاد عن الغرب ما ينجموش، لأنه روسيا والهند وأمريكا يمثلوا تقريبا 90% من قوة العالم. نعم. إذا في ختام الجزء هذا المخصص لغزة باش نمشيو للموضوع الشهر الانتخابات. نعم، لكن قبل ذلك نحبك تواجه ثلاث رسائل مهمة جدا، نحبها رسائل واضحة في دقيقة للشعوب العربية، للنخبة الحاكمة والنخبة العربية وللمقاومة الفلسطينية. إذا كان عندك رسائل موجزة شنو نقولوا لها؟ أنا أقول بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أنا اللي يهمني الآن هو كيف لا يضيع جهد الطوفان. نعم، تذكر أني مرة قلت لك المشكل مش في ربح المعركة، في المحافظة على النتيجة. نعم. كيف نحافظ على النتيجة؟ عندنا نتيجتين، نتيجتين. أولا هزيمة إسرائيل ما هيش مستحيل، هذه حاجة حقيقة. نعم. عسكرية. نعم. ثانيا هزيمة إسرائيل في الدبلوماسية العالمية، يعني في إقناع الشعوب مش في إقناع الحكومات، أيضا ما هيش مستحيلة، لأن الشعوب الأوروبية الكل والشعوب الغربية الكل وشعوب العالم الثالث الكل بدأت تفهم أنه ما فما حقيقة مستقلين من الهيمنة الرأسمالية والهيمنة متاع الصهيونية إلا الطوفان في العالم الكل. اقتنعوا العباد أنه الطوفان هو الوحيد اللي مستقل عن الهيمنة الصهيونية. فرنسا في يعني تصور انت ثلاثة رؤساء جمهورية فرنسا الأخيرين يهود، ثلاثة، هذا واللي قبله واللي قبله كله يهود، ويهود مهاجرين جدد لفرنسا غالبهم في الجيل الثاني بعد. والآن 600,000 يهودي في فرنسا يحكموا في الإعلام ويحكموا في الاقتصاد ويحكموا في السياسة ويحكموا في الأحزاب، كل الأحزاب قياداتهم منهم باستثناء حزب اضطر باش يتصالح معهم باش يكون عنده بقعة اللي هو الحزب اليميني أقصى اليمين. إذن ما بقى كان الحزب الصغير هذايا اللي ولوا يتهموا فيه بأنه متحالف مع الإسلاميين بتاع ميلانشون. إذن بالطريقة هذه يلزمكم أنتم كطوفان تحافظوا على النتيجة اللي حققتوها، تربحوا المعركة، تواصلوا ربح المعركة الدبلوماسية، تواصلوا مساعدة الشباب الغربي والشباب العالمي يفهم منطق السيطرة متاع دين العجل، يعني بالبنوك وبالإعلام. نعم. الربا المال وربا الأقوال، العالم الآن يحكمه نوعان من الربا، الإعلام المضلل والمال الفاسد. وأكبر علامة هي ما يقع في أمريكا، أمريكا الآن يحكمها المال الفاسد والإعلام المضلل. نعم. وترامب إذا باش يرجع فلأنه حليف الصهيونية فقط. نعم. هذا بالنسبة للمقاومة، هذا بالنسبة للمقاومة. الآن بالنسبة للشعوب يسمهم الآن يتفقوا على تكوين نخب مؤمنة بأنه التاريخ ينجم يتكرر من جديد إذا الشباب اقتنع أو آمن بأن
الأمة لم تتفتت كما أريد لها إلا جغرافيا بصورة هشة. يعني التفتيت الجغرافي بين أنه غير صحيح الربيع العربي. وقعت ثورة صغيرة في تونس، قبلها وقعت ثورة كبيرة في الجزائر، قبلها تقريبا بعشرين سنة قضاوا على الثورة في الجزائر. في تونس ما نجموش يقضيوا عليها لأن تعدت، من تونس وصلت لمصر، من مصر وصلت لليبيا، من ليبيا وصلت لسوريا، من سوريا وصلت لليمن، من بعد بدأت يهدموا فيها، ما نجموش يهدموها. إلى الآن ما زالت المعركة شادة صحيح، في سوريا ما زالت شادة صحيح، في تونس ما زالت شادة صحيح، في ليبيا ما زالت شادة صحيح، في الجزائر رجعت وضربوها مرة ثانية، في المغرب هزموها، لكن ما زالت شادة صحيح، وهو أن الناس كل ولايات الطالب بأنه إرادة الشعب هي اللي تحكم. نعم. حتى هذا اللي عمل الانقلاب جاء بشعار إرادة الشعب. زيفها لكن إرادة الشعب. هل إرادة الشعب جات معاه؟ ما جاتش معاه. والدليل أنه ما جاب منها كان 5%، مما يعني أن إرادة الشعب مش معاه. إرادة الشعب ما زالت مع الثورة، أو ما زالت مترددة، أو ما زالت قادرة تسمع خطاب يعيد إرادة الشعب الحقيقية. لكن هذه الإرادة يجب أن نخل، ونأتي الآن إلى قضية النخل. نعم، نتحدث الآن قضية النخب في الانتخابات. نعم، هو الانتخابات تقريبا ثم شبه إجماع اليوم تقريبا بين النخبة السياسية بين النفرين، ما عدا تقريبا حزب العمال، تقريبا ثم شبه إجماع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. في تقدير الدكتور، هل الانتخابات قبل كل شيء، قبل ما ندخل في تفاصيلها، قادرة على الإطاحة بالانقلاب؟ لا، إذا وقعت كما وقعت انتخابات 19 فهي ستمكنه من البقاء. عليه خاطر افرض انه في 19 ترشحوا 29 مرشح، 27 تحديدا، 27 تحديدا، وقت انت ما عادش عندك نهضه ولا ثلاث احزاب. اش معناها؟ معناها اجمع هذمنا اللي جابوا تقريبا 600,000 بسموه، كي تقسمهم انت على اثنين، نفرضوا انه الائتلاف ما يترشحش، باش قسمهم على اثنين، ناس باش يمشوا مع النهضة ما عندهاش مرشح، إذن هاكم باش يتوزعوا حسب المصالح تاع الجهات. اش يبقى؟ يبقى النصف الاخر باش يجي مع الاساس، ما هو العمل والانجاز. العمل والانجاز اش باش يجيب؟ باش يجيب اقل من الائتلاف اللي جابوا في 19، دونك اليميني. اتفقي؟ اش يبقى؟ بقاو الاخرين اللي هما افراد ما همش عزيز، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، كل واحد منهم باش يجيب كما جاب المرزوقي. وانا ولذلك كنت ضد ترشح المرزوقي حتى من المره الاولى في الترويكا، لانه المرزوقي لو كان ترشح في نظام انتخابي فيه نسب، يعني فيه ما يسمى بالعتبه ب3%، ما كانش ينجح، ما كانش ينجح، حتى نائب ما كانش ينجح، مش رئيس جمهوري، كنائب ما كانش ينجح. يعني دونك انت تحبيت تقول دكتور، استنيني، جاب 17,000 خذ بهم نائب وتوافق خلاه يطلع لسلطة الرئاسة. لا، خذ بهم نائب لكن رشح ناس باش جاء الثاني الثالث، مش الثاني، بعد تكت العريضة، بعد العريضة، نعم، بعد العريضة، نعم، التكتل جاء الرابع، جاء الرابع، فما النهضة والعريضة والمرزوقي والتكتل. نعم. بعد المرة هذه ما يجي حد من باش يترشحوا كأفراد أو كأحزاب، بالنوع الأحزاب اللي نسمعوا بهم، ما يجي حد يجيب أكثر من اللي باش يجيبوا اسمه، إلا ربما هذا جديد اسمه هو لطفي المراحي. لا، هذا اللي منظر الزنيدي. منظر الزنيدي عليه، منظر الزنيدي فما إمكانية أنه يجي، لأنه راه العائلة الدستورية، لأنه لا، مش لأنه هو عنده، بالتالي لأنه يتكلم باسم تقليد في تونس، أنه الجماعة اللي كانوا تابعين بورقيبة واللي كانوا تابعين بن علي يلوجوا على زعيم، هذا اللي كانوا تابعين بورقيبة وتابعين بن علي يلوجوا على زعيم، ونحن في بلاد عربية مستحيل زعيمنا يكون امرأة،
يعني هذيك حتى لو كان سلمنا أن زعيم مستحيل باش يصوتوا لها الناس وقت يلقاو راجل وقت يلقاو راجل يملا البقعة. لكن أنت في أحد مقالاتك اعتبرت أن الانتخابات هذه ممكن تخرج المنقلب من المأزق نتاعه. استناني شكون؟ الانقلاب تخرج من المأزق نتاعه. لا استناني يعني كيف تخرج من المأزق نتاعه؟ إذا كان المترشحين باسم هالشعارات هذية يكثروا. يعني إذا كان الزنايدي وهل المرأة هذي عبير يزيدهم ثالث. سمعت أنه فما إمكانية لثالث في العائلة هذه معنا في العائلة هذه انهارت كما النهار. إذا كان كل عائلة ترشحوا فيها أعداد أكل ساعة يولي عنده أمل. لكن أنا شخصيا نعتقد أنه ما عاد عنده أمل خارجيا. إذن ما عاد حد يمشي له. أنا نتصور أنه في الانتخابات باش يجيب أقل مما جاب في الانتخابات اللي عملهم وقت لوحده. الانتخابات مو عمل 3 انتخابات استشارة وشنو آخر انتخابات إشراعية والاستفتاء والانتخابات 3 حاجات باش يجيب أقل. إذن إليميني باش تبقى المعركة إذن بين 3 اللي مثلوا بن علي وبورقيبة في تونس. فرنسا وإيران وإسرائيل وأمريكا وكانت الجزائر باش يختاروا واحد من هذم. يعني أنت مهما كانت شروط المعركة الانتخابية سواء كانت خلناها متشتين وإلا متوحدين تعتبر أنه قيس سعيد انتهى. رغم أنه أنت كتبت في إحدى مقالاتك تقول أنه الانتخابات بالشكل المتشتت ربما تخرج الانقلاب من المأزق انت ربما إذا افترضنا أن فرنسا مازالت على الدبلوماسية القديمة. أنت تقريبا تقول هي عندها دبلوماسية أخرى بعد معركة السنغال وبالتالي ستتخلص من قيس سعيد. إذن طوينا لا استنان أولا فرنسا في الوضعية اللي وصفتها لك، ثانيا إيران بعد الضربة اللي وقعت أخيرا في الوضعية اللي وصفتها لك، ثالثا إذا تم الاتفاق بين أمريكا وروسيا وإسرائيل السياسة باش تتبدل تماما باش يولوا. وهذا أنا استقريته من موقف الجزائر. الجزائر بدأت تفهم أن هي مهددة بأن يقع لها موقع للسودان. وهذا مش مستبعد تماما إذا كان الجزائر ما بدأش تفهم أنه وهذا إيش أعلنت عليه أنه محاولة إعادة المغرب العربي إلى فعله من جديد. وسمعت أنه مدت إيديها في لقاء السنغال لتنصيب رئيس السنغال للصلح مع المغرب. للصلح مع المغرب. وهذا يعتبر تحول استراتيجي في السياسة. يعتبر تحول استراتيجي لأنها هذا يعني أن غسلت إيديها من حاجتين. من الجزائر من إيران ومن روسيا. به خلينا نرجع توا القوى اللي ساندت قيس سعيد واللي كنت تقول اللي هي إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. هل القوى هذه تخليت على قيس سعيد؟ إذا كانت تخليت عليه فرنسا القوى الباقية زاد أيضا تخليت على تتخلى على قيس سعيد؟ ما حاش عندها قدرة باش تعمل حاجة. يا أخي إذا كان اتصور أنت أنا جاني حد وقام بلي على داري نجم نحمي دار أختي بحذايا؟ هذيك دار أختي. أنا داري ما حميتهاش باش نحمي دار أختي. يعني الضربة الأخيرة هي اللي ربما تخلي ثم تحول زاد كيف في الموقف الإيراني من مساندة قيس إيران سعيد. إيران هذيك معناها شدي دارك. ضربة أول البارح سنيفي يا إيران شدي دارك. معناها ترجمتها يا حزب الله ما عادش نجم تعتمد على إيران وإيران باش تشد دارها. لأنه مستحيل إسرائيل تضرب سفارة إذا كان في قلب دمشق إذا كان روسيا ماهيش موافقة. وإذا كان أمريكا ما في بالهاش مستحيل. روسيا وافقت على الضربة وأمريكا قالت لها ما تخافيش ولا ما تضربش. من كلامك دكتور كأني فهمت أنه الرئيس القادم لتونس سيصنع في الخارج مش في تونس. هو بعمره ولا تصنع في تونس. بعمره ولا تصنع رئيس لتونس في تونس. بعمره ولا بي في تونس من تونس.
يعني مستقبلنا يخطط في الخارج. منذ الفتح الروماني إلى اليوم لم يحكم تونسي بإرادة الشعب التونسي. منذ الفتح الروماني، يعني منذ سقوط كارتاج إلى اليوم، وحتى كارتاج حكم تونس لم يكن، أولا ما كانش فما تونس، وثانيا تونس بعمرها كانت ولاية إسلامية، ثم ولاية تركية، ثم ولاية فرنسوية، ثم الآن ولاية عالمية. وكيفاش نجمو نصنعوا مصيرنا بيدينا؟ يعني شنو هي الشروط الضرورية؟ إذا بقينا في الحدود اللي عملها الاستعمار ما نجمو نعملو شيء. لا، نحكيو على النظام العربي، على النظام التونسي. احنا في تونس عندنا انتخابات، عندنا انتخابات، قادرين انه الانتخابات هذه نكسروا بها السردية التاريخية ولا الحقيقة التاريخية؟ انا قلت لك نجمو نكسروا بها اذا كان عملنا كما نعملو في الكور. كيفاش نعمل؟ باه، انا مثلا نفرض روحي انا زعيم النهضة، عندي حل من اسمي. إما نكون بالحق راجل ونقول يزي مثل، علاش أنا ما نترشحش؟ علاش ما نرشحش واحد؟ شو المانع باش نرشح؟ شو المانع؟ إما ما عنديش وهذه غلطي، وإما عندي وأنا حاجزه واحدة من الاثنين. أنا وقت كتبت المقالات وأيدت مورو، نعرف اللي مورو ما عندوش الشجاعة الكافية باش يواصل المعركة، لكن هو أفضل مفهم. فأيدته وقلت لهم عاونوا مورو وانسحبوا. طلبت من الجبالي، طلبت من مرزوقي، وطلبت من جماعة الائتلاف، انسحبوا، خلي مورو يتعدى. لكن ساعة نجم تبيع وتشري مع فرنسا، وقت أنت تتعدى في انتخابات نزيهة، مش ضروري باش تولي تطبق الاسلام. مش مدخلك في الاسلام، مش مدخلك تطبق الاسلام، طبق للناس اللي تقبلوا في تونس. انت وظيفتك تطبق للناس، تقبل، اعطي للاسلاميين الحريه باش يبشروا بالدين كي يحبوا، لكن كمواطنين مش كسياسيين. مش كسياسيين، يعني شيء ما يمنعني انا وانا نجحت باصوات الاسلاميين نقول الاسلاميين هاكم عندكم الحرية، ونقول للعلمانيين هاكم عندكم الحرية، وتصارعوا ايديولوجيا وفكريا واعلاميا وسياسيا، لكن الحكم في تونس هو لأغلبية الشعب التونسي. فيه شكون مرحد، وفيه شكون مؤمن، وفيه شكون منافق، وفي كذا، هذاك الشعوب الكل كاك. الشعوب الكل كاك، في أمريكا فيه الناس الملحدين، وما فماش شعب متدين أكثر من الأمريكان. يكذب فما حد في البلاد العالم وكل فيه شعب متدين أكثر من الأمريكان. الأمريكان فيه مئات الكنائس، آلاف الكنائس، ويتكلموا في السياسة ويتكلموا في اللي يحبوا، لكن المسؤول وقت يطلع يطلع باسم الدستور، مش باسم الإسلام، مش باسم الإسلام. شنو هو دور المنظومة القديمة والقوى الصلبة في صناعة الرئيس؟ أولا القوة الصلبة في تونس هي العسكر والأمن. نعم، مواقع العسكر والأمن شكون عينهم؟ الرئيس. لا، مش الرئيس، فما تقاليد في تونس من عهد بورقيبة لليوم، فما تقاليد في تونس. اللي بيه في تونس أنه التروب تمثل الشعب الكل، يعني القاعدة العسكرية والقاعدة الأمنية تمثل الشعب الكل، لكن القيادات مختارة بمعايير تحددت من عهد بورقيبة، مش جديدة. ما تغيرتش المعايير، ما تغيرتش المعايير. في عهد بورقيبة كان الجيش بعمره ولا يتدخل في السياسة. نهار اللي يتدخل في السياسة طاع بورقيبة، أول مؤتمر شارك فيه الجيش طاح بورقيبة. صحيح ولا مش صحيح؟ هذا تاريخ، مش أنا عملته، هذا تاريخ. نهارتي للجيش اتدخل في السياسة طاح بورقيبة، نهارتي للجيش سيب بن علي طاح بن علي. أنت في بالك بن علي طيحطوا المظاهرات؟ لا، طيحوا أنه الجيش ما حماش، لا أكثر ولا أقل. غدوة هذا إذا الجيش ما يحميش تويتيح. إيه، شكون البديل نتاعو الجيش اذا كان الجيش هو اللي يحمي في الوسط؟ ما يلزمش يكون بديل، يلزم يكون افضل ما فيه. شنو هو؟ انه هل يحافظ على الامن في البلاد، على احترام حريات الافراد، على
وتطبيق القانون في البلاد، هل يتدخل في فرض قانون؟ إذا يتدخل في الأمور هذه يولي خطر حل. أما إذا كان باقي فقط كحماية للبلاد وكحماية للمواطنين، أهلا وسهلا، ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة. أنا قلت لك بورقيبة طاح لأنه حب يدخله في السياسة. بورقيبة طاح لأنه حب يدخله في السياسة. بن علي طاح لأنه جاي ما حبش يدخل في السياسة. صبروا. إذا ولا عنده فضيلة الجيش، ولا عنده فضيلة أنه قاد بعيد، ما عملش كما جيش الجزائر مثلا، ما عملش. عليه؟ لأنه بورقيبة كانت عنده دبلوماسية غريبة، كان في الظاهرة الداخلية اشتراكي، سياسة بورقيبة عملها كلها الاتحاد من أحمد بن صالح حتى اللي تحت بورقيبة اشتراكية. سياسة بورقيبة الاجتماعية اشتراكية، لكن حلفه السياسي غربي. يرى، وعندك مثال معروف في التاريخ أنه نهار اللي جمال عبد الناصر حب يفرض على العرب يقطعوا العلاقات مع ألمانيا الغربية، بورقيبة قال له عليه، لأنه دبلوماسيته يحتمي بالغرب وسياسته في الداخل يحتمي بالشرق. اشتراكي في الداخل، والدليل أنه المدارس في كل مكان والتعليم لكل أبناء الشعب، وأبناء الشعب ينجموا يمشوا يقرأوا في الخارج على أموال الدولة إلى آخره. هذا يراه العباد ينسوه. برشا ناس يقولوا لي أنت معنا عميل بورقيبة، يا ولادي الرجل ميت، كيفاش نجم نكون عميل إنسان ميت؟ أما إذا كان نحب نبني تونس يلزمني نعرف تاريخها ونعرف كيفاش الأمور مشات. بورقيبة كان أقرب ناس في تونس للإخوان، الناس ما في بالهمش، زعماء الإخوان كانوا أصدقاء بورقيبة وكانوا حموه غادي في مصر، وهو حماهم من بعد وكان حليف معاهم وقت وهم عايشين في الهجرة. بورقيبة اللي كره هو عبد الناصر، اللي كره لأنه كان يهدد له في سياسته، هذا اللي كره. نرجع للانتخابات. أشكون اللي كان يقاوم في بورقيبة؟ هم اللي كانوا يتهموا فيه بكونه موش علماني كما يلزم، وخاصة اللي كان يتكلم على ما يسمى بتجفيف المنابع اللي حتى بن علي باش يصفي، اللي جاب الوطن ولا يحكم. هذه حقائق. الغباء متاع الحركات الإسلامية أن حبت تتبع عبد الناصر والقدافي وتصطف ضد بورقيبة، وتصطف ضد بورقيبة. ما كانش خدمة للإسلام، كانت خدمة لي طرب. اولا زعماهم ترباو في الشرق، وشرق نكبه على الاسلام وعلى العرب، الشرق العربي نكبه على الاسلام وعلى العرب، يعني حزب البعث وحزب عبد الناصر وحزب القدافي، الثلاثه احزاب هذمنا كانوا نكبه عليها، كانوا نكبه. هما اللي عادوا العرقيه، ولا الكردي يحب يعمل دوله، والامازيغي يحب يعمل دوله، في حين أنه لحرر الجزائر باسم العروبة والإسلام أمازيغ. أمازيغ ما كانش عندهم نمنامة يعملوا دولة أمازيغية. اللي عمل خلق نمنامة بتاع دولة أمازيغية ودولة كردية هو القومية العربية. كان نحوصل يعني دكتور في موضوع الانتخابات. نكمل القضية هذه. إذا كان نحب نبنوا المستقبل، نبنوا المستقبل. أولا نحينا من قضية القومية، لأنه العالم الكل موش مبني من القوميات. أمريكا فيها من كل القوميات، أوروبا الآن ولا فيها من كل القوميات، كل شعوب العالم متعددة القوميات. فكرة أنه الشعب عنده قومية واحدة هذه ما هي موجودة. كان في أوروبا الفاشية الثلاثة، في الفاشيات الثلاثة اللي توجدوا، واللي توا بوتين يحب يعملها من جديد. أما إحنا في الدولة الإسلامية كلش يا أخي، شكون منع الإسلام في المغرب العربي؟ الأمازيغ. الدول الكل اللي تكونت بعد سقوط الخلافة كانت بربرية. اللي حماة تونس ضد التشيع متاع الدولة الفاطمية
دولة أمازيغية. احنا ما عندناش المشكلة هذه، مشكلة ليه دولة ولات عندنا، ولات عندنا تفتيت الجزائر باش يكون على هذا الأساس، تفتيت المغرب باش يكون على هذا الأساس، تفتيت العراق على هذا الأساس، تفتيت تركيا على هذا الأساس. وفي تونس ما عندناش. شكون قال لك ما عندناش في تونس المشكلة العرقية هذه؟ شكون قال لك؟ عندنا في تونس طبعا، مش عندنا فقط، نأكد لك ان 90% من النخب العلمانية تدعي انها ليست عربية. ليست عربية. نرجع أخير حسنا. اذا كان احنا في باش ندخلوا في حرب اهلية بين القوميات والطائفيات، مازلنا نجموا نعملوا دولة؟ لا، ما نجموا نعملوا دولة. القضية هي الكل كيفاش يفتتونا باش ما نعملوش دولة. هما يعني هم الالماني والفرنساوي، ما فماش اعداء في التاريخ قد الالماني والفرنساوي، رغم انهم الاثنين جرمان. ناس جرمان تاع لاتنانو ولاو لاتين، وناس جرمان بقاو جرمان، لكن هما الاثنين قبيله واحده، قبيله واحده. باه، فك الوقت اللي هما تكون دولتهم نتاع شارلماني، القواد نتاع الدوله العباسيه مشى يتحالف معاه ضد الدولة الأموية في الأندلس، ويفخرون فيه في الأدب وكذا أنه هدام منقالة والآخرين، وهو مشى يتحالف معاه ضد الدولة في الأندلس، ضد الدولة الأموية في الأندلس. قضاوا على الدولة الأموية في الشرق وحبوا يقضيوا على الدولة الأموية في الأندلس، بسبب أنه الدولة هي العباسية كانت في الحقيقة دولة الفرس. دولة الفرس. ويبدأ عاد الكذب مثلا، عدد مثال أنه تعريب الفلسفة عملته الدولة العباسية وعملوا المأمون. كذب 100% كذب عليه، لأنه اللي عرب الإدارة اللي هو عبد الملك بن مروان والحجاج، هم اللي عربوا العلوم وعربوا الإدارة، لأنه ما فماش إدارة من غير علوم، وعربوا الطب وعربوا الفلك وعربوا خاصة الاستراتيجي، خاصة والجغرافيا. عليه كيف أنت تنجم تفتح العالم إذا ما تعرفش الجغرافيا؟ الجيوش العربية اللي مشات في الدولة الأموية وفتحت الاستثمة سوريا تقريبا. دكتور شخصنا الموضوع، إيه شنو الحل تو؟ شو الحل؟ حاجة من الاثنين، إما أنه النخب السياسي تتفق احنا تبين أنه مش ممكن باش يقع توحيد النخب السياسي، لكن فما إمكانية لتوحيد كل نوع من أنواع النخب وحدهم، عائلات سياسية. في تونس فما تقريبا 3 عائلات. نعم، عائلة إسلامية، عائلة حدثية بورقيبية، وعائلة حدثية غير بورقيبية اللي هي يسار وديمقراطيين. بعد 3 عائلات. فما أمل أنه لولا اللي باش تتوحد باش تفرض على الثانية باش تتوحد، يعني وقت نقول لولا يعني الأكبر، والثانية اللي دونها شوية في الكبر، يعني نحكي والعائلة الإسلامية والعائلة الدستورية. والعائلة الدستورية توحد العائلة الإسلامية يجبر العائلة الدستورية، العائلة الدستورية باش تتوحد. معناها كالتجربة تاع بافلوف هكي، ردة الفعل يفرض عليهم باش تتوحد، لكن مش فقط باش تتوحد. العائلة الدستورية باش تتوحد يلزمها باش تقدم برنامج ما ينفرش العائلة الدستورية، يعني يلزم باش تربح بعض الدساترة المؤمنين، معناها فما في الدساترة الإسلاميين. نعم، والعائلة الدستورية باش تفرض على الإسلاميين أن بعض الإسلاميين حدثيين، باش يولي كل واحد منهم يصطاد في بحيرة الثاني. طفقي واضح، باش يولي نوع ما مديري، معناها بورقيبي لكن غير معادي للإسلاميين، وإسلامي غير معادي للبورقيبي. اش باش يقع لليساري اللي له إسلامي وله بورقيبي؟ إيش باش يقع؟ باش يختار، باش يقول الأفضل ننضم للبورقيبي لأنهم حدثيين، لكن مضطر باش نتبعهم في عدم معاداة الإسلاميين. لكن بعض الحدثيين باش يقولوا لكن احنا البورقيبيين جربناهم ولقيناهم ما هماش ديمقراطيين، وجربنا الإسلاميين لقيناهم عازين باش يفرضوا إرادتهم، نمشوا مع العازين باش نعملوا توازن بيناتهم.
فينتج عليه أنه نوع من تكون كتلتين كبريين مع مارجينال ما يهمش تقع انتخابات داخلية بين الإسلاميين باش يختاروا الفرنسي الرابح، وانتخابات داخلية بين البرجيبيين باش يختاروا الفرنسي الرابح، كأنه البرجيبيين لقاو الفرنسي الرابح اللي هو زنيدي كأن يعني أنا قريت حياته ما نعرفوش، قريت حياته لقيت أنه مؤهل من حيث التكوين، ما نعرفش الآن التأهيل من حيث الأخلاق ما نعرفش. أنا في البيوغرافي متاعه محطوط تأهيله التكويني، وتعرف الإنسان عنده نوعين من التأهل للمسؤولية، التأهل التقني وهو التكوين، والتأهل الخلقي وهو الإيمان بمجموعة من المبادئ. أنا ما دخلت في قلبه ما نعرفش عليه، الله أعلم. الإسلاميين الآن ما عندهمش مرشح، لا من حيث التأهل التكويني ولا من حيث التأهل الخلقي. إيش معناه لا من حيث التأهل التكويني ولا من حيث من حيث التأهل التكويني؟ أنا مراش الآن شكون فعلا عنده خبرة سياسية وتكوين إداري واقتصادي ودبلوماسي كافي لتسيير دولة في أزمة كما تونس، وكذلك خلقي، لأن المتخلقين كلهم تقريبا استبعدوا، يعني الذين نعلم منهم أنهم كانوا من أصحاب الإيمان بمبادئ حقيقة وليسوا من المقربين، لأن النخبة اللي بالسير يجب أن تكون كانت من المقربين باش تكون سامت في السياسة. الذين ساهموا في السياسة في تونس من الإسلاميين مدة عامين تقريبا هم من الجيل اللي فيه عمره فيه، مش من الجيل الجديد اللي تنجم تعتمد عليه. إذا مشكلة الإسلاميين أكثر تعقيد من مشكلة البرجيبيين في غياب زعيم ولا في غياب زعيم في غياب مرشح، لكن يلزمهم يبحثوا ويلقاو ونجموا يلقاو. وإذا كان ما لقاوش شنو يصير؟ شنو السيناريو اللي يصير؟ إذا كان الإسلاميين ما قدموش مرشح إسلامي من ضمنهم، وهمش قادرين أنه هما يختاروا عصفور ربما يدعموه؟ لا، ينجموا هما فك الوقت ذاك وهذا اللي قاعد يقع، يغيروا العرض من سيبنا وتصبح على خير إلى لا ما سيبناش تصبح على خير، احنا قررنا باش نأيدوا اللي باش نأيدوا، لكن قررنا باش نبقاو في المعارضة الديمقراطية، قررنا باش نأيدوا الإنسان اللي رأوه أهل باش يسير تونس سواء كان منا أو ليس منا، لكن من الآن نلتزم بأننا إذا تمت الانتخابات بصورة نزيهة سنبقى في المعارضة، ونطالب فقط بشيء واحد وهو أن الذي سينجح أن يقوم بالإجراءات التالية: أولا أن يجري انتخابات برلمانية، ثانيا أن يؤسس قانون انتخابات وفيه عتبة لا تقل عن 3%، وثالثا أن يؤسس المحكمة الدستورية بصيغة جديدة ليست مبنية على أن تعيينها يكون بالطريقة الحالية الموجودة في القانون الحالي، ولكن بالطريقة التي نقترحها، وهي أن يكون نصفها للبرلمان ونصفها للسلطة التنفيذية كما جاء في الدستور 2014. لا، الدستور 2014 ثلثها للمجلس وثلثها لرئاسة الحكومة. يعني ما تطرحش تغيير الدستور على المجلس؟ تغيير الدستور يأتي من بعد، الآن هذا هو المطلوب. إذا تم هذايا لك الساعة مراجعة دستور 14 مراجعة دستور 14، والمعلوم أني كنت ضد دستور 14، أنا ضد دستور برلماني مع دستور رئاسي بتوازن بين رئيس الدولة الذي له السلطة التنفيذية الكاملة ولكن لا يفعل شيئا بدون موافقة البرلمانيين، نوعين من البرلمان، برلمان يمثل الشعب كله وبرلمان يمثل الولايات 14 ولاية اللي هو تقريبا كما مجلس الشيوخ، ممكن نسميه مجلس الأعيان، وله هذا قرار في الإذن أو عدم الإذن
بالدخول في الحروب أو بتمويل الميزانية. نعم. سؤال أخير تقريبا دكتور، في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه ثم اللي كانوا مساندين الانقلاب اليوم قاعدون يقفزوا من سفينة الانقلاب، البعض يعلن التوبة. وهذا على قولك لن ينجح. يعني تعتبر أنه هذوما تخلاوا عليه من منطق قراءتهم أنه السيد هذا لن ينجح في الانتخابات القادمة؟ نعم نعم. لا الذين يقولون ندموا هذا أنا حسب رأيي أنا غلطي عليه. باش يكون الإنسان موضوعي، أنا محسوب على الإسلاميين موضوعيا، من جاب بن علي هذا المنقلب؟ الإسلاميين موضوعي. نعم. ومن عارضه في البداية؟ اليساري. إذن في الحقيقة الإسلاميون أكثر ذنب من اليساريين. اليساريون الذين أيدوا الانقلاب أيدوه لكي ينجيهم من الإسلاميين. نعم. معنى كانوا أونات من البداية، من البداية لم يخفوا أنهم لم يؤيدوه لذاته، لأنهم يعلمون أنه فارغ وما عندوش برنامج، وإنما أيدوه لكي يكون بلدوزير يرتحهم من الإسلاميين. بعد ما داير لعبوه اللعبة مع الباجي قايد سبس، الباجي قايد سبس ما أيدوش لأنهم معاه، كانوا يقولوا هاتي يهنينا من الإسلاميين، ومن بعدهم طيروه كما طيرنا بورقيبة. وهل الناس هذوما النخبة هذه النخبة اللي تدعو للانقلاب ولا تساند الانقلاب ولا تصمت على مخازي الانقلاب، هل يوم أنت أمنهم الديمقراطية نهار آخر؟ يعني هل ما عندهمش وزن؟ ما عندهمش وزن، هم وزنهم بأنهم تحشاو في خناشر الدولة. وزنهم جاي من كونهم تحشاو في خناشر الدولة. نهار اللي الدولة تصح تتبنى بالطريقة اللي أنا قاعد نصف فيها تعطيهم حتى وزن، تنحيلهم الوزن. نعم. يعني إذا صفيت منهم الإدارة، إذا صف أول عمل أنا طلبته من رئيس الحكومة، قلت له ما فما تعدد سياسي ولا لا؟ أفرض تعدد النقاب. نعم. أفرض تعدد النقاب. جاوني النقابيين القدم قالوا لي عاوننا نحبوا نرجعوا. قلت لهم نجم نعاونكم تحبوا ترجعوا، لكن هات ما أثبتوا لي اللي أنتم باش ترجعوا مش بالعقلية اللي خدمتوا بها من قبل. وراوني أن الباجي قايد سبسي كان ذكي عمل التعدد النقاب. الباجي قايد سبسي عمل التعدد النقاب. مشيت للسيستم هو رئيس الحكومة، قلت له شنو المانع باش تعمل التعدد النقاب؟ شنو المانع؟ باه سنين. قلت له شنو المانع باش أنت ما تمولش الاتحاد؟ قل له أنت عندك نقابة، النقابة مشاركين، جيب لي خذ من عندهم المشاركة بتاعها. نعم. وإلا جيب لي القائمة بتاع الناس اللي موافقين باش ندفع أنا من شهريتهم، تو ندفع لك من شهريتهم، لكن شهريا لازمك تثبت لي أنهم شهريا خدموا وأنهم شهريا كذا، ما نعطيكش بتاع عام كامل. قلت له كان تعمل هكايا تو ولي ما عادش يعمل لك كل أسبوع 20 انقلاب إضراب. ما حبش يسمع كلامي. نعم. قلت له يا سيدي اسمح لي خلينا نمشي لهم ونقنعهم انهم هذه المطالبه بالزيادات ما يساعدش الثوره، ومشيت وقلت لهم الكلام ذاته، لكن ما قطعش. دكتور خلي لي كلمه اخيره. كلمتي الاخيره ما ينجي تونس كان ولا دار. لا تنظيهم لا الجزائر ولا مصر ولا الامارات ولا فرنسا ولا اسرائيل ولا ايران، يلزم ولادها يقعدوا ويقولوا شبيه مجدود نتفقوا وحررونا على الاقل من الاستعمار المباشر، واحنا ماناش قادرين نحرروا روحنا من الاستعمار غير المباشر. يا سيدي يجي نشوف اي نفقوا الدمال شو بينات. انت ما تحبش تؤمن انت حر؟ انا نحب نؤمن، خليني حر. باه هاي يا سيدي نتفقوا على انه المساله الدينيه ما عادش تهم الدوله، تهم الشعب، تولي مساله نتاع مجتمع اهلي، مجتمع مدني. خلي الجوامع تولي مستقل كما الجامعات مستقل، وخلي التبرنات مستقل، هي مستقل، وخلي العباد تختار. اللي يحب يمشي للتبرنة صحالي، واللي يحب يمشي للجامعة صحالي، واللي يحب يصلي يصلي، واللي يحب يصلي ما يصليش. مش مشكلتي أنا يعني. مشكلتي أنا عندي مشكلتي، أنا كمسؤول حكومة عندي مشكلتي. العباد ما تجوعش، إذا يلزمني نعمل خدمة أمن غذائي، لازم نحل أمن غذائي ونحل مشكل الاقتصاد، والعباد ما تسيطرش على بعضها بالقانون. دولة القانون، دولة القانون ودولة الرفاهية. هذو من المطلوبين مني أنا كسياسي، لكن مش أنا نعملهم، أنا نشرف على تطبيق القانون فيهم، لكن اللي يعملهم هو الشعب.
إذن يجب يكون فما حرية المبادرة عند الشعب، وأنا عندي وظيفة تطبيق القانون بالعدل، نمنع مثلا السيطرة على الثروة، نخلي الثروة تتوزع بعدل، ونمنع الاحتكار ونفرض الأمور الاستراتيجية. شنو هي الأمور الاستراتيجية؟ الغذاء والطاقة والتواصل والإعلام. هذو من أمور استراتيجية يلزم هذو من تكون ترعيهم الدولة، والدولة تحميهم بالقانون من السيطرة متاع المافيات. إذا عملت أنا هذا نكون قمت بواجبي، سواء كنت مؤمن أو مانيش مؤمن، هذه قضية بيني وبين ربي. نعم. إذا كان قلنا العائلة الإسلامية ما عندهاش مرشحة، نجم تكون أنت مرشح للعائلة الإسلامية؟ لا شوف، أنا قلت لك لو كان جيت أصغر بعشر سنين نترشح. ما عندكش رغبة في أنه ربما الإسلاميين يرشحوك؟ لا، حتى كان يرشحوني نرفض. خاطر أولا نعرف باش يرشحوني مانيش باش ننجح. هذا أولا. رغم دعمهم. رغم دعمهم. علاه؟ خاطر دعمهم باش شنو باش يعني؟ باش يعني أنهم دعمهم بدافع إسلامي، مش بدافع تطبيق السياسة اللي كنت نحكي عليها. أنا نطلب من اللي باش يترشح يترشح بدافع برنامج يوافق عليه. أولا أول إعلان، أنا أريد مراجعة الاتفاقيات بين تونس وفرنسا. أنا أريد مراجعة الاتفاقيات بين تونس وفرنسا. مانيش مستعد باش نعادي فرنسا، لكن إذا فرنسا ما حبش تراجع معايا الاتفاقيات أنا باش نعتبرها عدو. هكا في ترشح سأقول هذا. يعني لو نترشح هذا شو نقول؟ يا فرنسا أنا قريت فيك، وغالب بناء الشعب اللي نعتبرهم نخبة قراوا عندك وثقفوا بثقافتك، لكنهم مازالوا يحبوا يحافظوا على أصالتهم وعلى هويتهم. كانت مستعدة باش تتعاملي معانا على أن غيرك، وعلى أن مانيش عبيد ليك، وعلى أن أنداد ليك، ونتعاملوا الند للند. احنا نختاروا مع شكون نتعاملوا، كيفاش نتعاملوا. أهلا وسهلا، أنت واحد من الخليه، أنت واحد من المتعاملين، نتعاملوا معك. كان مازلت تتصوري أنك تنجم تحتلي شارع بورقيب، وتنجمي تعمل تبني كنائس، وتنجمي تعملي الإفخارستي، المؤتمر الإفخارستي، فلا. نحن دولة إسلامية، تحبي ولا تكري. به احنا إسلام، احنا اللي نبنيه الإسلام، مش أنت مش اختارين الإسلام، ومش العملاء متاعك مش اختارون الإسلام، لكن احنا مناش أعداء. إذا تحبي تكوني صديقة أهلا وسهلا. نختاروا الصين، نختاروا روسيا، نختاروا أمريكا، احنا أحرار. إذا هذه قبلت بيه فرنسا ما عندناش مشكل، كما قالوا لها الأفارقة الكل. نعم. يعني احنا ولينا متخلفين على كل الأفارقة. واحنا ولينا متخلفين على كل. أنا واحد من الناس رحلت من داري في تونس بسبب السفارة الفرنسية. أنا داري في شارل دوغول. كنت نتعدى شارل دوغول من غير مشكل. توا باش نتعدى شارل دوغول يلزمني نعمل 20 دورة. باش نوصل لداري اللي هي في شارل دوغول. عندي مش في شارل دوغول، في النهج اللي يقص شارل دوغول، شارل دوغول والبوسطة اللي هي وزارة، داري مقابلتها خرجت منها، لأني وليت باش نوصلها نعدي ساعة وما نلقاش نحط كرامتي بسبب السفارة الفرنسية. نعم، واضح دكتور. شكرا لك على كل ما فتنا به، شكرا لكم على حسن المتابعة، إن شاء الله نتقابلوا في حلقة جديدة من لقاء خاص. لذلك الحين أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.